بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أعزائي المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من على شاشة قناة المعارف الفضائية نرحب بكم أحبتي أجمل ترحيب، معكم في هذه الحلقة وموضوع الحجاب في الإسلام. إن الستر للمرأة المسلمة هو رفع قيمتها الإنسانية وحفظا لها من التنازل عن مرتبتها تلك إلى مرتبة أدنى منها، لأن حياء المرأة وعفتها وسترها أمر تمارسه المرأة وفق طبيعتها وتكوينها لتكون محافظة على مكانتها ومنزلتها عند الرجل، كما تشير الآيات الكريمة إلى هذا المعنى في طيات دلالاتها ومعانيها المستفادة منها. في هذه الحلقة مشاهدينا كما أشرت نتحدث عن موضوع الحجاب في الإسلام، وهو من المواضيع المهمة، ولدي ثلاثة أسئلة في هذا الموضوع أحاول أن أستعرضها مع ضيف البرنامج الكريم سماحة الشيخ مصطفى الفردوسي الأستاذ في الحوزة العلمية بمدينة قوم المقدسة. السلام عليكم شيخنا، حياكم الله. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا بكم وفقكم الله. حياكم الله سماحة الشيخ. بداية لنعطي للمشاهد الكريم نبذة أو تعريف عن ما هو معنى الحجاب الشرعي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله تبارك وتعالى حينما خلق الإنسان فجعل الهدف من خلقته للإنسان أن يكون عبدا له، تمام، ومن خلال هذه العبودية الله تبارك وتعالى شكل مجموعة من الأحكام الشرعية حتى الإنسان دائما ودوما يستذكر بأنه عبدا لله تبارك وتعالى. صحيح. ومن خلال هذه الأحكام الشرعية هي مسألة الحجاب، أي قضية الحجاب الشرعي. نعم. الذي جعله للمرأة بحيث أن المرأة المسلمة تستذكر دائما ودوما أنها عبد لله تبارك وتعالى. فقضية الحجاب الذي ورد في الآيات المباركة والروايات التي وردت من العترة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، كلها يحثنا على أن الإنسان دائما ودوما يستذكر بأنه عبد لله تبارك وتعالى. والإنسان كلما ازداد عبودية لله تبارك وتعالى كلما ارتفع شأنه يزداد عزا ومرتبة وكمال عند الله تبارك وتعالى. ومن هنا يجي هذا السؤال الذي تفضلتم به، ما هو معنى الحجاب الشرعي الوارد في الآيات والوارد في الروايات المباركة التي وصلتنا عن العترة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. بالنسبة إلى الحجاب الشرعي الوارد في الآيات والروايات، طبعا لا يراد منه هذا الشيء الذي يوضع على الرأس، لأن هذا الشائع فيما بين الناس أن المراد من الحجاب هو أنه شيء قطعة صغيرة توضع على الرأس أو ما يراد منه الستر أي التستر. طيب. بل الإنسان لما يدقق في كلمات الفقهاء يرى أن الحجاب الشرعي الذي يتكلمون به الفقهاء هو أنه الإنسان يلزمها المرأة يلزمها أن تستر جميع بدنها إلا الكفين والوجه. ولذلك بعض الفقهاء مثل السيد السيستاني كتب الله سلامته أيضا يرى أن المرأة إذا كانت جميلة وملفتة للأنظار يجب عليها أيضا أن تستر وجهها والكفين حتى لا تكون ملفتة لا تبرز هذه ملامح الجمال. إيه طبعا. إذن الحجاب المراد من الحجاب الوارد في الروايات والآيات ليس له شيء قليل قطعة من القماش توضع على الرأس فحسب، لا، بل المراد من الحجاب الشرعي أن المرأة تستر جميع بدنها، تمام، إلا الوجه والكفين. جميل. خلينا نستوقف بهذه النقطة سماحة الشيخ حتى نضع النقاط للحروف كما يقال. نعم. هل القرآن الكريم وهذه الروايات التي أشرتم إليها تتحدث عن الحجاب المادي فقط أم هنالك حجاب معنوي؟ طبعا قضية الحجاب كما تقول به بعض علماؤنا، نعم، الحجاب عبارة عن جمال وكمال،
عن جمال وجلال. المرأة حينما تقول الآية المباركة على المرأة أن تلتزم بحجابها، المراد أن الالتزام بالحجاب شكلا وسلوكا، وسلوكا يعني أيضا أولا تلتزم بشكل الحجاب، وثانيا تطبق ما يرتبط بالحجاب، عندئذ تكون طبقت الحجاب شكلا وسلوكا. طيب، في بعض الآيات ورد في القرآن الكريم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، هنا يتحدث مع المؤمنين رجالا ونساء، يخاطب فقط النساء؟ طبعا المخاطب رجالا ونساء، لأن البعض يتصور من المرأة المسلمة أيضا تتصور أن الحجاب هو نوع من تغييد لحريتها، بل هذا خطأ كما يشاع اليوم. هو هذا يعني طبعا هذا خطأ، طبعا الحجاب هو تغييدا لحرية الرجل لا لحرية المرأة، حتى الرجل يعرف مدى ارتباطه وكيف يرتبط مع المرأة المسلمة. فإذا الله تبارك وتعالى جعل الحجاب تغييدا لحرية الرجل لا تغييدا لحرية المرأة، ولذلك أنت ترى الفقهاء لما يصلون إلى الأحكام الشرعية وشرائط الحجاب للمرأة هناك شروط كثيرة يذكرون، منها أن يكون لباس المرأة واسعا حتى لا تبرز مفاتنها للآخرين، أو الشرط الثاني أن لا يكون لباس المرأة شفافا حتى يكون ملفت لأنظار الرجال. طبعا لا يكون لباس المرأة من الشرائط اللي ذكرتها الفقهاء أن لا يكون مستهجنا عند العرف، أو من الشرائط اللي ذكرتها الفقهاء بالنسبة إلى الحجاب الشرعي للمرأة المسلمة أن لا يكون مزين بألوان أو ما شابه ذلك من أنواع الزينة. طبعا هذا لا تشكس العرف، تستدعي جلب انتباه الآخرين. إيه طبعا هذا إذا صار عند العرف يستلزم انتباه الآخرين هذا لا يجوز أن المرأة تستفيد من هذا اللباس. طيب، ما هي الآثار المترتبة على المرأة التي تلتزم بالحجاب؟ طبعا أيضا هناك آثار جميلة تترتب على المرأة التي تلتزم بالحجاب الشرعي، منها أي من تلك الآثار هناك رواية وردت عن الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه، الصبر على الطاعة هو جهاد، ومن ضمن الطاعة هو الحجاب كما ورد في الروايات. فالإنسان أي المرأة التي تصبر على حجابها على سترها كما ورد في الشريعة الإسلامية اللي بينا في بداية الحلقة أن الحجاب الشرعي المراد منه التستر أي ستر جميع بدن المرأة ما عدا الوجه والكفين. فالمرأة التي تصبر على هذا الحجاب هي قد حازت على أجر وثواب الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، كما ورد في الرواية عن الإمام الصبر على الطاعة هو جهاد في سبيل الله. ومن ضمن الأمور اللي تمكن مصداق من مصاديق الطاعة هي قضية الحجاب الشرعي. الأثر الثاني اللي أيضا يترتب على من التزم بالحجاب الشرعي، أيضا هناك رواية أن المرأة التي تلتزم بالحجاب تدخل السرور على الإمام الحج المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، وهذه المرأة التي تدخل السرور على قلب الإمام الحج المنتظر هي أيضا تدخل السرور في قلب الإمام أمير المؤمنين السيدة الزهراء وكذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهناك آثار كثيرة التي تترتب على هذا الموضوع. نعم، هنالك حديث للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله يقول إياكم و خضراء الدمن، فقيل يا رسول الله ما هي خضراء الدمن؟ قال المرأة الحسناء في منبت السوء. يعني دائما ما يركز النبي صلى الله عليه وآله بداية القرآن الكريم ومن ثم السنة النبوية بدءا من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، يحاولون أن يجعلون للمرأة مقاما عظيما لأنها سوف تكون طرفا مهما في بناء الأسرة والآثار التي تترتب عليها. هل هذا التركيز فقط من هذا الجانب؟ هل لأنها سوف تصبح أم وبالتالي هي ستصبح قدوة في هذا المجتمع لأبنائها، أم هنالك آثار أخرى لمسألة الاهتمام بالمرأة؟ طبعا هناك
بالنسبة إلى المرأة المسلمة، نعم، إذا كانت تريد أن تصل إلى مرحلة الكمال ومرحلة الدرجات العالية عند الله تبارك وتعالى، نعم، يلزمها أن تتأسى بسيدة النساء فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. هذه السيدة الجليلة اللي مع أنه البعض يتصور أنها أسوة وقدوة للنساء فقط، وهذا خطأ، بينما الإمام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف يقول إن لي في ابنة رسول الله أسوة حسنة. فالزهراء كما تفضلتم بهذا الكلام، الزهراء صلوات الله وسلامه عليها هي أسوة وقدوة لكل النساء، بحيث الله تبارك وتعالى جعل محور رضايته رضا فاطمة، محور غضبه غضب فاطمة، إن الله يرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضب فاطمة. فالزهراء سلام الله عليها هي تجب على كل الأسئلة وكل الكلمات التي تفضلتم بها. الإنسان لو يحاول يركز ويدقق على حياة الزهراء يجد أن الزهراء هي المرأة الكاملة، هي الأم الكاملة، هي الزوجة الكاملة وما شابه ذلك، أي ما شئت فعبر من الأمور. تمام، خلينا نذهب لفاصل وأعود من ثم نركز على مسألة الاقتداء بالسيدة الزهراء سلام الله عليها والسيدة الزينب أيضا سلام الله عليها. مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود إليكم. عن أم سلامة قالت: كنت عند النبي صلى الله عليه وآله وعنده ميمونة، فأقبل ابن أم مكتوم، وذلك بعد أن أمر بالحجاب، فقال: احتجبا. فقلنا: يا رسول الله، أليس أعمى لا يبصرنا؟ فقال: أفعمياوان أنتما؟ ألستما تبصرانه؟ تحية لكم مشاهدي الكرام، أحييكم وأحيي ضيفي الكريم، وهذه عودة للحديث مرة أخرى عن موضوع الحجاب في الإسلام. عودة لكم سماحة الشيخ وحياكم الله مجددا. إن شاء الله. سماحة الشيخ، في الظروف التي تعرضت لها السيدة زينب من السبي والإذلال والمهانة من الكوف، من كربلاء إلى الكوفة ومن ثم من الكوفة إلى الشام، ولكن نجد هذه المرأة العظيمة تحافظ على حجابها وعلى كيانها كمرأة مسلمة، ولم يخدش لها حياء في 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 كل الظروف الصعبة التي مرت بها، حتى عندما وقفت في مجلس عبيد الله بن زياد في الكوفة، وعندما وقفت في مجلس يزيد في 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 الشام أيضا. هذا الحفاظ على هذا الحجاب، ما هي الرسالة التي أرادت السيدة زينب أن تصلها إلى كل النساء بهذه الظروف ولكن هي ما زالت محافظة على حجابها؟ طبعا السيدة زينب سلام الله عليها تربت في بيت عريق وعظيم. نعم. أولا كانت وعاصرت جدها رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض الروايات. نعم. ثم عاصرت أبيها الإمام أمير المؤمنين، ثم عاصرت أمها فاطمة سلام الله وأخيها الإمام المجتبى وأخيها الحسين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فهذه الشخصية التي تربت في هكذا بيت ومع هكذا شخصيات، طبعا تكون أنها هي التي تحافظ على الحجاب. ولذلك ترى الخطبة الفدكية الواردة عن الزهراء صلوات الله وسلامه عليها روتها لنا زينب سلام الله عليها وعمرها لا يتجاوز عن خمس سنوات. ولذلك تذكر لما تخرج فاطمة من بيتها وتقول: خرجت الزهراء وتجلببت بجلباب أبيها رسول الله، ثم توصف الزهراء وحجاب الزهراء، حتى مشيت فاطمة صلوات الله وسلامه عليها إلى المسجد وعمرها لا يتجاوز الخمس سنوات.
هذه إن دل على شيء إنما يدل على عظمتها. ولذلك الإمام زين العابدين يقول في حقها عم زينب أن أنت بحمد الله عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة. ولذلك ترى في مسير السابي في جميع المواقف التي وقفت السيدة زينب مع أنها رأت تلك المصائب العظيمة، أولا قتل ريحانة رسول الله صلى الله أخيها الحسين، نعم، بقية الإخوان أبنائها أبناء عمومتها، بقية الأصحاب الذين قتلوا بأبشع القتل في ظهيرة عاشوراء وعلى رمضاء كربلاء، لكن تجد هذه المرأة هي صابرة التي وشامخة، حافظت على حجابها بشموخها بصبرها بعلمها. وإحنا لما ننظر إلى الخطب التي صدرت عن الصديقة الصغرى زينب الكبرى صلوات الله وسلامه عليها، أيضا نجد أن هذه المرأة في الواقع وحقيقة عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة. نعم، الرسالة اليوم سماحة الشيخ، لو أردنا أن نعطي رسالة للمرأة المسلمة في كل العالم، يعني قد يكون في هذه الدول الإسلامية الحمد لله هنالك نوع من الحفاظ على الحجاب وهيكلية هذا الحجاب. المسلمين اليوم في العالم كثر، في أوروبا، في أمريكا، في جميع دول العالم، ما هي الرسالة التي يمكن لنا أن نوجهها نحن كمسلمين لهذه المرأة المسلمة لكي تلتزم بهذا القوام الإسلامي وهو مسألة الحفاظ على الحجاب؟ أنا أقول أفضل رسالة، نعم، هو أن المرأة لا تعتقد أن الحجاب فتشي عائق يكون لها، عار لها أو تغييد لحريتها كما بينا في بداية الحلقة. نعم، أن المرأة تعتقد أن الحجاب هو جمال وكمال. الحجاب ليس ثقافة عربية أو ثقافة شرقية، لا، بل الحجاب الشرعي هو فريضة فرضها الله تبارك وتعالى على البشر، مثل ما فرض علينا قضية الصلاة والصوم والحج وبقية الأمور. أن المرأة إذا كان اعتقادها أن الحجاب هو جمال وجلال وليس أنه تغييدا لحريتها، عند ذلك هذه المرأة تكون تعيش بعز وفخر وكمال، لأنها الاعتقاد بهذا الشيء بهذه الفريضة، لا أنه كأنها قضية الصلاة والصوم، صحيح أنها فريضة شرعية، لا، بل أن هي التي تمثل الإسلام بهذا الحجاب، هي التي ترفع شعار الإسلام بهذا الحجاب. إذا كان هذا الاعتقاد عند المرأة المسلمة أينما كانت، عند ذلك يكون هذا الحجاب الشرعي هو عز وفخر لتلك المرأة، ولا يكون أنها تحس بذول وهوان أو عار. بالعكس، في كثير من الأحيان الحجاب يعطي جمالية خاصة للمرأة، إيه طبعا، يعني هذا الوقار وهذه السكينة من خلال تبرز من خلال هذا الحجاب، على العكس المرأة المتبرجة التي تبذل نفسها للآخرين. هو هذا الشيء اللي تؤكد عليه الآيات والروايات، أن المرأة لازم أن تلتزم بحجابها حتى لا تكون سلعة رخيصة إلى الآخرين حتى يستفيدون من هذا الحجاب. وهذا الشيء لا خير فيه ولا فائدة فيه، لكن المرأة التي عدها صيانة لحجابها، عدها صيانة لجسمها، لمفاتنها، لشعرها، ما شئت فعبر، التي ترتبط بالحجاب، هذه المرأة تكون هي التي رفعت راية الإسلام، هذه المرأة التي رفعت شعار الإسلام في بقية البلدان إن كانت غربية أو شرقية. أو شرقية. في الدقيقة الأخيرة أيضا لابد أن نستذكر هذه النقطة سماحة الشيخ، الذرية الصالحة التي تتربى في ظل المرأة المسلمة الملتزمة بالحجاب تكون لها أثر في بناء المجتمع بناء صالحا، على العكس المرأة التي لا تتحلى والعياذ بالله بهذا الحجاب، نجد أن الذرية التي تكون تحت إشراف هذه المرأة تكون خارج الطريق، وحتى المجتمع يرفض هكذا أشخاص. طبعا لما تقول تلك الكلمة أنه ما في الآباء ترثه الأبناء، الآباء تقصد
الأبوين, الأبوين يعني الوالدين. نعم. ما في الآباء إن كان الأب أو إن كانت المرأة تلتزم بحجابها, تلتزم بأمور الدينية بالتزامها بالأحكام الشرعية. نعم. قطعا تؤثر على أبنائها وذريتها. ما في الآباء ترثه الأبناء. نعم. أما المرأة التي لا تلتزم بالحجاب, ما عندها التزام بالأمور الشرعية بالأحكام الدينية, أيضا هذا راح يعكس على الذرية على الأبناء. أيضا تلك البنت التي ترى أمها ترى أباها لم يلتزموا بالأحكام الشرعية ولم يدققوا في أحكام الدين, أيضا هي أيضا لا تلتزم بالأحكام الشرعية, لا تلتزم بالحجاب الشرعي وما شابه ذلك. ولذلك في الروايات هنالك ورد من الحديث, أنا لا أستطيع أن أقول من الحديث القدسية, ولكن هذا الحديث وارد لدينا, ما بني بناء في الإسلام أحب إلى الله من التزويج. ولذلك هذا التزويج أعطاه قدسية, ولذلك هذه القدسية تحتاج إلى أرضية صالحة سواء فيما يخص الرجل أو المرأة لكي يكون صحيح, صحيح لهذا صحيح. هو هذا ما تفضلتم به, أن الإسلام أكد على الزواج, ولذلك الكلمة التي تفضلتم بها إياك وخضراء الدمن إلى آخر الرواية, هذا يدل على أن الزواج لازم أن يكون صحيحا. حتى الإنسان إذا تزوج زواج صحيح, اختار امرأة مناسبة له, عند ذلك الأبناء والذرية تكون صالحة إن شاء الله تعالى. نعم. إذن سماحة الشيخ في هذه الدقيقة نختم وإياكم حلقة اليوم, وطبعا نحن طرحنا هذا الموضوع مسألة الحجاب في الإسلام لأهمية هذا الموضوع وما له اليوم من الأثر الكبير على النساء المسلمات في المجتمع الذي يعشن فيه. شكرا لكم سماحة الشيخ, وإن شاء الله نلتقيكم في مناسبات أخرى بعونه تعالى. شكرا جزيلا لكم. الشكر أيضا موصول لكم مشاهدي أكارم على طيب المتابعة, على أمل أن نلتقيكم في حلقات أخرى من على شاشة قناة المعارف الفضائية. استودعكم الله ودمتم في أمان الله وحفظه.